السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس إسلام عبد النبي من مكتب الجيزة الهندسي للبناء. العنوان بتاعنا شارع المحطة الرئيسي في الجيزة. صفحة الفيسبوك بتاعتنا التصالح في مخالفات البناء شرطة مكتب الجيزة الهندسي للبناء. الجروب المفتوح للاستفسارات على الفيسبوك التصالح في مخالفات البناء 2024. شرفنا طبعا تنضموا للصفحة والجروب، ونبقى سعداء بالتواصل للرد على الاستفسار او حتى لاعداد ملفات التصالح باذن الله. هنتكلم مع بعض النهارده في الفيديو زي ما كنا مع حضراتكم من اول قانون التصالح القديم في 2019 وتباعا القانون الجديد في 2023 و24. حصل يعني تعديلات جوهريه جدا في قانون التصالح، الحكومه فاجئتنا بيها يوم 20 اكتوبر، يعني من يومين بالظبط. منها الغاء شهاده البيانات اللي كانت عامله ازمه كبيره للناس، منها برضو تجديد دوري النموذج 3، يعني مش هتستلمه وخلاص ينتهي على كده، لا هيتجدد بشكل دوري. منها برضو الغاء دور الامانه الفنيه، وهنتكلم في الفيديو ده بالتفصيل عن التعديلات بتفاصيلها بالكامل وايه اللي حصل بالظبط في اللائحه التنفيذيه. الفيديو ده من اعداد مهندسين المكتب، مهندس اسلام عبد النبي ومهندس احمد عبد اللطيف. دي ارقام التواصل بتاعتنا، يشرفنا زي ما قلت التواصل سواء الاستفسار او لاعداد ملفات التصالح باذن الله. احنا كمكتب بنقوم بكافه الاجراءات المطلوبه للتصالح في مخالفات البناء باسعار مناسبه باذن الله. بنعد الملفات الهندسيه، وبرضه بنقوم اللي عايز ان احنا كمان يعمل لنا توكيل ونتابع احنا الملفات في الاحياء والاجهزه، برضه بنقوم بكافة الإجراءات بإذن الله لحين انتهاء التصالح. طيب هنبدأ مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة، والتعديلات مهمة جدا وجوهرية في اللائحة التنفيذية للقانون. في الحقيقة الحكومة فاجئتنا يوم 20 أكتوبر زي ما الصور واضحة قدامكم كده بالقرار بتاع رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعد بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. طبعا التعديلات دي جت متأخرة شوية، وخلاص يعني القانون قدامه 10 15 يوم وينتهي، لكن ده مؤشر ان هم غالبا هيمدوا القانون، ان التعديلات دي معمولة مش عشان الفترة القديمة. انا ما اقدرش اكد 100% طبعا الكلام ده، لكن ده مؤشر ان هم عايزين ال6 شهور الجايين، ان هم من حقه يمدوا 6 شهور تاني في 6 شهور وهكذا. ده قرار بقرار رئيس مجلس الوزراء، عايز يتلافى المشاكل والحاجات اللي كانت مسببة بطء في الإجراءات في الفترة اللي فاتت، وده مؤشر إيجابي يعني. بس احنا هنمسك التعديلات دي كده ونتكلم فيها بالتفصيل واحدة واحدة. أول حاجة في المادة الأولى هتلاقي مكتوب تستبدل عبارة ملف التصالح بعبارة تقرير الأمانة. هو أول حاجة لغى دور الأمانة الفنية خالص. الأمانة الفنية اللي مش فاهم هي عبارة عن مجموعة موظفين من الجهاز أو من الحي، دول دورهم ان هم بيساعدوا اللجنه الفنيه اللي بتبت في طلبات التصالح، اللي هو بيجهز تقرير وبيجهز الورق ويرتب الدنيا كلها للجنه وبيعرض ملفات على اللجنه وهكذا. فهو شبه لغى الدور ده تماما بتاع الامانه الفنيه. طيب زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلنا كلمه ملف التصالح وتقرير الامانه، ان اصلا ما عادش هيبقى فيه امانه يعني بالشكل العام كده، ما عادش فيه امانه فنيه. طبعا وبعد كده بيقول كما يستبدل بنصوص البنود 5 و6 و11 من المادة 5. ايه المادة 5 دي؟ المادة 5 تخص الاوراق والاجراءات اللي هي بتتسلم، الاوراق والملف الهندسي والمستندات اللي بتتسلم للجهاز او للحي عشان البت في طلب التصالح. طيب تعال نمسك الكلام ده حاجة حاجة. اول حاجة ايه تفاصيل بقى التعديلات في المادة 5 دي؟ انها مهمة جدا. اول حاجة مادة 5 زي ما قلنا خاصة بالملف الهندسي. جه عمل ايه؟ دي كده التعديل اللي نزل، قال لك طبعا هو تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية و إلى آخره، لحد ما جه عند الجزئية اللي أنا معلم عليها بالأحمر دي وزود الحتة دي، على أن يتضمن التقرير في حالة تغيير الاستخدام إقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية من المبنى. اللي مش فاهم يعني إيه مخالفة تغيير الاستخدام، يعني أنت ما بنيتش حاجة زيادة، أنت مثلا كان عندك بدروم حولته سكني، أنت مثلا كان عندك مع مثلا دور ارضي سكني حولته محلات، انت ما بنيتش حاجه زياده، انما انت غيرت استخدامه، فده اسمه مخالفه تغيير الاستخدام. فهو هنا منزل الاقرار، لان في بعض التغيير الاستخدام ممكن حد يكسر في اعمده، يكسر في كمرات، فيعمل مشاكل انشائيه للمبنى. فهو زود هنا ان اقرار جوه التقرير السلامه الانشائيه ان يتضمن البند ده، انه لازم يعني في حالات تغيير الاستخدام اقرار بعدم المساس بالعناصر الانشائيه.
برضو زود في البند 6 تحت شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين. دي كانت موجودة بس كان في جزء زيادة أو صورة منها، هنا مفيش أو صورة، يبقى هو كده ما عادش في موضوع الصورة. هو فعليا ما كانش بيتسلم صور، كل الناس كانت بتسلم أصول لأن مفيش داعي إن أنا عملت الأصل وأحتفظ بيه، الأحياء والأجهزة كلها. فده كان تحصيل حاصل، يعني البند ده تحصيل حاصل لأن فعليا الناس بتسلم الأصول، محدش كان بيسلم صورة على الوضع القديم يعني. فده أول تعديل. طيب برضو قال لك تعديل في الفقرة الأولى في البند 11 تحت مادة 5، برضو ده خاص بحقوق الجيران، حقوق الارتفاق أو حقوق الجار. كان الجزء الاولاني او ده التعديل، ان هو بيقول لي طبعا بالنسبه لمخالفه التعدي حقوق الاتفاق كذا كذا كذا، كان طبعا بيقول لك لازم يبقى في اتفاق موثق بالشهر العقاري. زود هنا او حضور طرفي العقد للتوقيع امام موظف الجهه الاداريه المختصه، يعني زود ان انت بدا مش شرط انت وجارك اللي متوافقين متعدين على بعض او حد متعدي على التاني والتاني موافق انك تروح تعمل اتفاق موثق في الشهر العقاري. انتوا ممكن تروحوا انتوا الاثنين وتمضوا الكلام ده او تمضوا على العقد ده في الجهه الاداريه اللي هي الحي او الجهاز او الكلام ده بدون يعني توثيق في الشهر العقاري، وده برضو تسهيله للاجراءات. طبعا الماده القديمه ما كانش فيها زي ما احنا شايفين حته ان انت تروح تتوقع قدام الجهه الاداريه، كان لازم تعمل عقد اتفاق موثق في الشهر العقاري. فده يعني تعديل للحته دي برضو تسهيلا للاجراءات. طيب ايه تاني؟ برضو هنا جاء قال لك المادة التانية من التعديلات تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5، برضو المادة 5 اللي احنا بنتكلم فيها الخاصة بالملف الهندسي والمستندات اللي بتتسلم. تمام، قال لك إيه؟ ويلزم تجديد هذه الشهادة كل 3 أشهر إلى حين البت في طلب التصالح. طب تعال نشوف مادة 5 كده الجزء الأخير، وبيقول لي ضيف فقرة أخيرة في مادة 5. الجزء الأخير في مادة 5 ده كان بيتكلم عن نموذج 3، اللي هو نموذج 3 اللي أنت بتستلمه، اللي هو بيبين أو بيأكد إن أنت قدمت تصالح، واللي هو لو أنت عليك قضية في محكمة أو أي حاجة بيوقف التعامل عليها لحين البت في طلب التصالح، واللي بيوقف تعامل الإزالات وكل حاجة خاصة بالمشاكل الإدارية بشكل عام والقانونية بتقف لحين البت في طلب التصالح بموجب نموذج 3 ده. فهو زود ان الناس كانت بتستلم نموذج 3 وزي ما بيقولوا كده تنام في الخط، اللي هو خلاص انا خدت نموذج 3 زي ما حصل في القانون القديم مش هعمل حاجه تاني، او خدت نموذج 3 في القانون الجديد ولو طلبوا مني حاجه عملوا مني حاجه انا مش هتكلم معاهم تاني. فهو هنا الزمك ان النموذج 3 ده بيتجدد كل 3 شهور، يعني انت استلمته مدته 3 شهور، المفروض بعد 3 شهور تروح تجدده لحين البت بقى في طلب التصالح بالقبول او الرفض طبعا. ليه الكلام ده؟ زي ما قلنا عشان الناس اللي بتنام في الخط او يطلب منها حاجات وتكبر دماغها او فبيحاول برضو يضغط على الناس في الحته دي، ان النموذج 3 ده ساري لمده 3 شهور ولازم يتجدد. فده برضو كان بند خاص بمادة 5. طيب برضو بقى يعني حاجه المهمه او الحيويه قوي، لغى بعض الاجراءات والمستندات. اول حاجه في المادة 3 في التعديلات قال لك تلغى الفقره الاخيره من المادة 4 والبندين 8 و12 من المادة 5 والمادة 9 من اللائحة التنفيذية. طيب تعال نمسك حاجة حاجة كده. أولا مادة 4 إيه الفقرة الأخيرة اللي لغاها؟ الفقرة اللي ملغية اللي أنا معلم عليها دي، ويكون للجنة أمانة من العاملين من الجهة الإدارية المختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة. إحنا قلنا دي اسمها الأمانة الفنية. اللجنة دي هو لغاها، يعني كانت لها بتاخد وقت ولها دور طبعا، بس كان في وسط ترتيبات القانون بياخد وقت وبتعمل تقرير والكلام ده، فهو بيوفر وقت تسهيلا او تسريعا للاجراءات. فهو زي ما قلنا من البدايه هو لغى دور الامانه الفنيه دي. تمام، طب ايه بقى البندين 8 و12 من الماده 5؟ زي ما قلنا الماده 5 هي الماده الخاصه بالمستندات والملف الهندسي. البند رقم 8 شهاده بتحديد جهه الولايه من المركز التكنولوجي المختص بالنسبه للمخالفات الواقعه بنطاق وحدات الاداره المحليه. دي اللي هي شهادة البيانات، يعني الشهادة اللي بتحدد جهة الولاية دي هي شهادة البيانات. وده طبعا يعني كانت عاملة أزمة كبيرة وبتاخد وقت كتير، ويعني وعملت مشاكل كتير جدا لناس كتير شهادة البيانات، وفي الناس لحد النهاردة ناس مقدمة من 4 5 شهور لسه ما استلمتهاش. فده كان يعني كان قرار وجودها أصلا من البداية خاطئ، وكانت من أسوأ الحاجات اللي موجودة في القانون. فيعني متأخرا لكن الحمد لله إنها حصلت، معنى ان هو يلغي البند ده انه لغى بند شهادة البيانات. طيب ايه البند رقم 12؟ ده بند يخص تجاوز قيود الارتفاع، الناس اللي معدية حدود الارتفاع اللي هي خاصة بالطيران المدني وطيران القوات المسلحة. كان بيطلب في الحالة دي لحالة تجاوز قيود الارتفاع شهادة منسوب لأعلى نقطة، دي تكلفتها بتعملها هيئة المساحة ب7000 جنيه. فطبعا الناس كانت مستاءة ان الشهادة دي تمنها غالي جدا،
وده عامل ليه ب 7000 والكلام ده كله. فهو هنا بيعفي الناس من الورقه دي، ان حتى لو انت متعدي قيود الارتفاع انت مش مطلوب منك تجيب شهاده المنسوب اللي بتتكلف 7000 جنيه لوحدها. وطبعا الاحداثيات، شهاده الاحداثيات بس دي كان يعني ايه، ملهاش تكلفه كبيره يعني، لكن هي المشكله كانت في شهاده المنسوب الغاليه جدا اللي بتوصل او وصلت ل 7000 جنيه في هيئه المساحه. تمام، فده برضو كان الغاء لحاجه يعني تخفيفا على الناس بالنسبه لمخالفات تجاوز قيود الارتفاع. برضو لغى مادة 9 اللي هو تقوم أمانة فنية للجنة بإعداد تقرير. ما احنا قلنا الأمانة الفنية دي كلها اتلغت، فبالتالي التقرير بتاعها بكل الكلام ده بالمادة اللي هي نازلة بيها اللي هي مادة 9 دي، كل ده اتشال. تمام، فده برضو كان تعديل مهم جدا. برضو هنا طبعا استبدل بقى النماذج اللي هو نموذج 2 ألف ونموذج 2 ب ونموذج 3 ونموذج 1. ليه استبدل النماذج ده؟ لأنه هو عمل تغييرات، فلازم يبقى في تغيير شكلي في النماذج يتماشى مع التغييرات دي. طبعا نموذج 1 ايه اللي تعدل فيه هو ونموذج 3؟ نموذج 3 مثلا هو لازم يجدد كل 3 شهور. نموذج 1 فيه الأوراق والمستندات والحاجات المسلمة، فبالتالي شال منها الحاجات اللي هو حذفها. طبعا نموذج 2 ألف ونموذج 2 ب اللي هو تقرير السلامة الإنشائية ضاف فيهم البند المهم جدا اللي هو نزله في الايه، في التعديل اللي هو إقرار في حالة تغيير الاستخدام، إن أنا بيقر المهندس الاستشاري اللي عامل التقرير أو المهندس النقابي أيا كان أو الجهة البحثية إن لم يتم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى. فزي ما قلنا تغيير البيان أو تغيير الإجراءات وإلغاء الفقرات والحاجات دي كلها كان لازم يصاحبه تغيير شكلي للنماذج عشان تتماشى مع التعديلات اللي اتعملت. فده بشكل عام يعني نشوف منه توجهين للحكومة اللي حصل في القرار ده. التوجه الأول زي ما قلنا إن هما بيحاولوا يسرعوا الإجراءات، يتلافوا المشاكل، يعني إلغاء شهادة البنات دي حاجة إيجابية، إلغاء الأمانة الفنية كان لها دور بس بياخد وقت، الوقت ولها تقرير يتعمل كل خلال 15 يوم، إلغاؤه برضو ده تسريع للإجراءات، برضو إلغاء تكاليفها زي 7000 جنيه بتوع شهادة المنسوب، تسهيل برضو موضوع التسجيل اللي هو الحقوق الاتفاق ان لازم يبقى عقد موثق في الشهر العقاري. كل ده يعني زي احنا نقدر نشوفه ان هو تسهيل للاجراءات وتسريع للاجراءات، ونستشف منه وده المتوقع اصلا من البدايه، ويعني مع ان هم يعني بيحاولوا يسهلوا الاجراءات، لان غالبا القانون هيتمد 6 شهور، فمع المد يكونوا تلافوا العيوب والمشاكل او بعض العيوب والمشاكل اللي كانت مؤثره على تنفيذ القانون في ال 6 شهور الاولانيين اللي قربوا يخلصوا دول ان شاء الله. لا يخلصوا في شهر 11 باذن الله، في 5/11. ده دول بعض الملفات المعدة، يعني صور الملفات المعدة بواسطة مكتب الجيزة الهندسي للبناء. احنا زي ما قلنا يعني بنعمل الملفات بأسعار مناسبة، وده يعني صور الحمد لله بفضل الله من الشغل بتاعنا. زي ما قلت لحضراتكم احنا مكتب الجيزة الهندسي للبناء، يعني دي البيانات بتاعتنا، العنوان بتاعنا في شارع المحطة الرئيسي، دي صفحة الفيسبوك بتاعتنا، الجروب المفتوح بتاعنا للرد على استفسار حضرتك تقدر تخش وتنضم، وهتلاقوا اللينكات بتاعة الجروب وهتلاقوا اللينكات بتاعة الصفحة موجودة في ال موجودة في الـ في الـ في الديسكريبشن بتاع الفيديو، تحت الفيديو اللينكات موجودة، دي أرقام التواصل بتاعتنا، ويسعدنا التواصل سواء للاستفسار أو لإتمام إجراءات التصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.